سؤال صعب هذا، محال تشوفوا شايفينها وش يعني. الانرجي بيان سور هي ما تتبدلش، لا باسيون دو موسيقى هي لا باسيون ديال لا سين هي، ولكن ما منيش جوج زعما ما يمكنش نكونوا مني جوج زعما هاد المره غيكون انا واحد سيرتان، مي تانكيت الانرجي اللي توجور لا. غيكون معايا ماد اوف كورس، سمعتوه في الالبوم، غيكون معايا سنور. محال تشوفوا شايفينها عاوتاني بوغ اتر كلير اي نيت زعما وصافي ما عنجبو شايفين. لا عندي يعني دزت ليتاب اخرى فهمتي في حياتي، دزت ليتاب اخرى حتى في كيفاش كندير الموسيقى وكندير البيزنس ديال الموسيقى، درت لابيل ديالي فهمتي، عطي ساكريفي كلشي دابا مني تو مون انرجي كامله وهادشي باش نعاود ندير شايفين ونكمل فهادشي اللي تندير، ما كاينش الريب هادشي دابا على قبل باش نعاود ندير شايفين جو بونس با. كاين بزاف ديال الجديد ماشي غير ديالي انا بوحدي، حيت دابا كيما قلت لك عندي لابيل وور، وشنو كيهمني هو شنو غتخرج وور، ماشي بالضروره انا ولا انا بوحدي ولا فهمتي، كاين ماد وكاين جوج ديال السيناتور اللي غادي نقولهم بيانتو ان شاء الله، وصافي هادشي اللي كاين الساعه غادي يجي كلشي غيبان ان شاء الله. كاين سيناتور اللي كتعرفوها ديجا وكاين سيناتور اللي باقي ما كيعرفو حتى واحد، مي باقي انونسيهم بيانتو ان شاء الله. علاش البولفار الوحيد اللي كاين وهذه 20 عام وانا ما نعرفش شحال هو الوحيد اللي كاين فهمتي، بيزار ان البولفار بوحدو حتى واحد ما كيقول نقدر ندير بحالو ولا هذه حاجه وحده، ولكن المشكل الكبير ماشي هو البولفار، حيت الفيستيفال ديما كانوا في المغرب يا ديال اي ايتاتيك يا فهمتي ديال دي اسوسياسيون كولتوريل ولا هذا، المهم هو لي سال دو كونسير اللي ما كاينينش فهمتي، حيت ارتيست في المغرب ماشي بالضروره يكون عنده مليون ابوني باش يعيش بالموسيقى ديالو، الا كان عنده 30000 ابوني ولا 10000 ابوني، الا كانوا كيجيو غير 400 كيبغيو يتفرجوا فيه في صال هنا وصال في مدينه اخرى وصال فهمتي، جو بونس هذه هي اول حاجه خاص الدوله تفكر فيها الا بغينا نحركوا هذا لو ميليو هذا ديال باش يكونوا تظاهرات ولعيبات بحال هكا. دونك فوالا نقول لهم تسناو الحرب، الحرب الارتستيك ولكن تسناو الحرب وور ذاتس ات.